العنوان الأساسي انتهى عهد بنيامين نتنياهو، بمعنى انتهت صفقة القرن، بمعنى أننا وجهنا صفعة لنتنياهو ولترامب. هذه هدية جماهير شعبنا إلى كل أبناء شعبنا في كل مكان، ولكن الجمهور أعاد ثقته بالقائمة المشتركة التي ستدرس هذه النتائج وتحسم أمرها بشكل ديمقراطي، لما فيه رفع شأن الجماهير العربية واحتياجاتها ومطالبها الاقتصادية والسياسية والوطنية. نتنياهو انتهى،